نتكلم اليوم عن سورة من سور القرآن الكريم، تسلسلها في القرآن الكريم تأتي في بعد 57 وفي جزء 27. هذه السورة تعد من سور القرآن، وهي سورة الحديد التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، وسميت بتسمية الحديد نسبة إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ليلة قبل أن يرقد صلى الله عليه وسلم. لذلك تعد هذه السورة من المسبحات التي بدأ الله سبحانه وتعالى بسبح لله تعالى. وهذه السورة وسورة الإسراء والتغابن وسورة الحشر والأعلى، تعد هذه السبع سور من سور القرآن تسمى بالمسبحات. والله سبحانه وتعالى ذكر الحديد، والحديد من المعلوم أننا في زماننا لا يخلو أي قوة أو أي شيء إلا ويستخدم فيه الحديد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وكلمة البأس لا تأتي إلا للقوة وللعظمة وللدمار. لذلك ربنا أخبرنا لا نستغني عن الحديد في كل مفاصل حياتنا، إذا كان إعمارا أو دمارا، فالمصانع إذا كانت عسكرية، وإذا كانت آلات للإعمار، وإذا كانت للبناء، فكلها لا تخلو من الحديد. وبعد ذلك السورة تحدثت عن القرض لله سبحانه وتعالى، وتكلمت عن القلوب، وتكلمت عن جميع التسبيحات لمخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة سورة مباركة وعظيمة، وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى بأن الحديد فيه بأس شديد. لذلك علينا أن نتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير على بلادنا، وأن يجعل المنافع لكل أمر من أمور ديننا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.